اشتهر الممثل السوري صباح عبيد خاصة بأدواره في الدراما التاريخية. ولد الفنان السوري صباح عبيد في حلب في عام 1950. هو نائب سابق في البرلمان السوري ونقيب للفنانين السوريين. بدأ مسيرته الفنية في الجمعية العربية المتحدة للأدب والفنون عام 1960. حصل على المركز الأول في مسرح المواهب وقدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 40 عملا دراميا ومسرحيا وسينمائيا. شارك الفنان صباح عبيد في أعمال سينمائية من أبرزها إمبراطورية غوار وآه يا بحر وبقايا صور والدقل والمكوك وليلى والذئاب، كما قدم عددا من الأعمال المسرحية من بينها الناصر صلاح الدين وأوبرا علاء الدين والسيف المسحور. سجل عبيد حضورا متميزا في الأعمال الدرامية خاصة المسلسلات التاريخية، من أشهر المسلسلات التي ظهر فيها مسلسل أبو كامل، وادي المسك، البركان، تغريبة بني هلال، الجوارح والبواسل والخوالي وذكريات الزمن القادم وجلد الأفعى وانتقام الوردة وبقعة ضوء وغيرها. شارك صباح عبيد في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية واتحاد الفنانين العرب. كرم في مدينة العين الإماراتية عن مجمل أعماله، وكان قد أقيل في عام 2008 بصفة مفاجئة من منصبه كنقيب للفنانين السوريين بعد سنتين ونصف السنة من تسلمه المنصب. حصل على المركز الأول في مسرح المواهب، واستلم مدير مقر النقابة لمدة 6 أعوام، كما أنه كان عضو مجلس مركزي ورئيسا لمكتب الثقافة والإعلام لمدة 4 أعوام وعضو مؤتمر عام، وصنف كفنان أول في عام 1984. كرم عام 1985 وحصل على براءة تقدير مع الميدالية الذهبية. حصل على براءة تقدير مع الميدالية الذهبية في التسعينيات. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.